السلام عليكم ورحمة الله، بقناة عبدو سبور. مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. لكل حال، اليوم قاد بن عمار في قناة الشروق جابوا لنا أخبار كيفاش جمال بالماضي، كيفاش جمال بالماضي خرج من غرف تغيير الملابس مباشرة بعد نهاية المباراة، بعد الإقصاء خرج من غرف، كيفاش تكلم مع اللاعبين من غرف الملابس، و كيفاش كانت المفارقه ديالو مع اللاعبين، وكيفاش كانت حاله شايبي لما كان قال لك كان هو الواحد برك اللي كان زعلان داخل غرف تغيير الملابس، والطريقه اللي جمال بالماضي فارق بها اللاعبين. اسمعوا معنا قادة بن عمار واش تكلم في كل شيء، واش تكلم على هاد الاوقات الصعبه تاع جمال بالماضي. كان متردد باش يستقيل، لكن قال لهم خلي حتى ونلحق للوطن ونتكلم. اسمعوا معنا واش تكلم قادة بن عمار، وللحديث بقيه عن مواضيع اخرى. عرفوا باللي تردد كثيرا ان جمال بلماضي قدم استقالته للاعبين في غرفه تغيير الملابس بعد هذه المباراه امام موريتانيا. اليوم الزملاء في جريده الخبر، تحديدا الزميل شعيب كحول الذي كان موجودا في عين المكان، نشر مقالا باسرار ما حدث داخل غرفة الملابس. يقول زملاء في الخبر: دخل لاعبو المنتخب الوطني تواليا إلى غرف تغيير الملابس لملعب السلام يجرون أذيال الخيبة. صمت أطبق على المكان، هنالك من اللاعبين من غلبتهم الدموع بسبب الحسرة على الهزيمة والإقصاء، ومنهم من شعر بالظلم في صورة فارس شايبي. حسب المقال، فارس شايبي كان يشعر بالظلم وكان يشعر أيضا بالغضب، لأنه تم استبعاده، ما فهمش كيف تم استبعاده في مباراتي أنغول، في مباراتي بوركينا فاسو موريتانيا، رغم أنه كان أحسن لاعب في مباراة الأولى الافتتاحية أمام أنغولا. جمال بلماضي كان آخر من دخل غرفة تغيير الملابس، تحولت الأنظار إليه تترقب ما سيقوله. بلماضي بدأ بتحية الجميع وشكرهم على تفانيهم في رسالة إلى لاعبيه، وقال بأنكم لم تتحملوا مسؤولية الإخفاق، هنالك لاعبون أتوقع أن يعلنوا اعتزالهم الدولي. هكذا قال جمال بلماضي: هؤلاء يستحقون كل الشكر والثناء، وهنالك من سيقرر البقاء، هؤلاء أتمنى لهم التوفيق والنجاح. بلماضي تحول بكلامه فيما بعد إلى اللاعبين الشباب وقال لهم: من سبقوكم من اللاعبين القدامى مروا بمراحل من الفرح، وأخرى مثل هذه كانت صعبة ومريرة، أنتم بدايتكم كانت معقدة، أتمنى لكم أن تعيشوا فترات أفضل وتحقيق الانتصارات والألقاب مستقبلا. بعدها شرع بلماضي في توديع اللاعبين واحتضنهم واحدا واحدا وتحول لأعضاء الطاقم الفني والطبي وفعل الأمر ذاته، لم يستثني حتى حارس العتاد، قبل أن يتحول لاحقا للصحفيين في المؤتمر الصحفي المعروف بعدها، وين أول سؤال يعني كان غاضب جدا كالعادة مع الصحفيين. ولكن جمال بلماضي لم يعلن استقالته بشكل مباشر مع اللاعبين في غرفة تغيير الملابس، ولكن عندما أخذهم بالأحضان وقال يعني المباراة هذه لا تتحملونها، ففهم اللاعبون على أنها آخر مباراة، وقال بأنني سوف أعود إلى الجزائر معكم وأعلن عن قراري هناك. هذا حسب جريدة الخبر ما نشرته بخصوص ما حدث في غرفة تغيير الملابس لملعب السلام في بوان. هذه هي أسرار غرف الملابس لما خلاص المباراة. جمال بالماضي راه عند اللاعبين واحتضنهم وأعطاهم نصائح. تم كي تشوف واحد يمدلك في النصائح عرف اللي راه رايح. جمال بالماضي كان مد نصائح اللاعبين قدامى، وكان مد نصائح اللاعبين الجدد اللي راهم في الفريق الوطني. سما راه خلنا لك الواحد كيكو جوار ملاح، على غير لي شايبي لي بوعناني بوعناني ايت نوري والاخرون كلهم. خلانا لاعبين ان شاء الله هذا المدرب اللي يكون جاي يعرف قيمه هاد اللاعبين ويعرف كيفاش يوظفهم. لكن نعود الفراق تاع جمال بالماضي واللاعبين كان مؤثر، على كل حال كان مؤثر حبينا ولا كرهنا. على بالي بلي دوك كاين ناس، انا نهضر على الاغلبيه، درت تي فوت في القناه ديالي، اي فايت 96% او 97% من الناس اللي كانوا حابين بقاء جمال بالماضي، وهذا الفوت هو اللي يحكم على الجمهور اللي عندي في قناتي اتكلم. وما يزعفوش علينا اللي ما حبوش بقاء بالماضي، لانه هذاك رايهم، احنا ما نقولوش كل واحد لازم يحب الماضي. احنا درناها بتي فوت، لقينا باللي الاغلبيه كانت حابه
اسم بقاء جمال بالماضي، والآخرون من حقهم رأيهم تاني يقولوا لا، لكن بكل احترام ما نطعنوش في شخص الإنسان، ما نجبدولوش كما يقول لك شخصه، واحد ما يحب واحد يطعم فيه. هذا واش حبيت؟ ما تحبش جمال بالماضي ريح؟ قال لا ما حبيتوش أنا ريح، بدون تأويلات أخرى. احنا اليوم جمال بالماضي او غادر الفريق الوطني بعد 6 سنوات 6 انهزامات. في هذه 6 سنوات شو مليح على هذا الرقم، 6 سنوات 6 انهزامات. ان شاء الله المدرب اللي راهو جاي اللي راهم متنيين عليه كامل وهم يقولوا الي لوزيتش، حبوا يعاودوا له القديم، احنا حبينا تجديد نفس جديد في هذا الفريق الوطني. وما تنساوش باللي جمال بالماضي عندي 7 اشهر من اللي قلت لكم لو يروح من الفريق الوطني عده نخب راح تجري موراه، منهم السعوديه واخرها تونس اللي كانت البارح بدات حبه سما تاخذ هذا الاسم هذا جمال بالماضي، وعلى ما اظن هو اقرب من السعوديه واقرب من تونس. جمال بالماضي مطلوب خاصة في إفريقيا أكثر من دول أخرى، لأنه يعرف كواليس لإفريقيا ويعرف مليح. لما جمال بالماضي أتى إلى الفريق الوطني أتى كانت عنده أريحية في العمل، كان يعمل آلاز ما كانوش عنده مشاكل، لكن بعد الضغوطات اللي بدأت تصير عليه مدة 8 أشهر أو عام حتى العام وشهرين، بدأ جمال بالماضي يدبدب وبدأ يتكسر فريق البيت الوطني من الضغوطات اللي كانت في البلاطوات ومن عند الصحافة الجزائرية اللي تكلموا عليها، وحتى حفيظ الدراجي اليوم دهشني بالخروج ديالو الإعلامي لما حط على الصفحة ديالو فيديو فيه 4 دقائق قال لهم باللي جمال بالماضي سببه الضغوطات الصحفية. وانا نقول حفيظ الدراجي حتى انت كنت من داك وتضغط عليه، ماهوش من داك وكل يوم تضغط عليه بتعليقاتك وبمقالاتك عبر وين وين وعبر العربي الجديد وعبر حتى فيديوهاتك لما كنت حطها في اليوتيوب. على كل حال جمال بالماضي ذهب، الان نفس جديد ان شاء الله للفريق الوطني. لما لا، مدرب كبير على حسب قيمه هذا البلد الكبير، بلد القاره، اكبر بلد في افريقيا، 2 مليون و400 كيلومتر مربع، لازم منا مدرب كبير مثل ما كانوا عندنا قرارات سياديه في السياسه في افريقيا، ورانا كما يقول لك نخبطوا يدنا على الطابله بقرارات سياسيه. ان شاء الله تاني نجيبوا مدرب مليح وناخذوا مكان في الكاف ونولوا تاني نديروا قرارات سياديه في الرياضه، لما لا؟ اليوم ما نجح نجبدوا هذا كان منشر، هذا كان يقول ايه جمال بالماضي انتهى، جمال بالماضي انتهى من الفريق الوطني. كنا حابين يعطوا له اريحيه اكثر ويخلوه يعمل، لكن شاءت الاقدار انه بقاو يخرجوا في السموم ديالهم عبر البلاطوات وعبر كاع منصات التواصل الاجتماعي حتى وين طيروا لنا هذا جمال بالماضي. والان انا نقول ان شاء الله هذا المدرب اللي راهو جاي ما يبداناش بالهزائم، لانه ولفنا جمال بالماضي لما جاب 2018 جاب لنا فوز، جاب لنا كاس افريقيا مباشره بعد 6 اشهر من سمى ترأسه العارضه الفنيه. ونزيدوا نشوفوا هذا المدرب اللي يطيحوا عليه الصحافه والبلاطوات كما كانوا طايحين على ولد بلادهم جمال بالماضي، اللي راح ياخذوه فريق من نخبه من النخب الافريقيه اللي راح تاخذه اوفيسيال. جمال بالماضي ما راحش يريح من با شهرين تلقاه حاكم ايكيب وتلقاه داير بها حاله، لانه حبينا ولا كرهنا صدقوني يا كاع بالاخفاقات اللي دارها جمال بالماضي ما راحش نلقاو مدرب اللي يخسر 6 مباريات في 6 سنوات. هذا الرقم هذايا اللي بقى انايا بقيت نحلل فيه في راسي على بالي بلي ما راحش نلحقوا ليه، وحنا متمنين نطيحوا في مدرب اللي ما يخسرش. ان شاء الله المدرب هذا اللي راهو جاي يجيب لنا كوب دي موند. لا خوتنا الكرام، ان شاء الله احنا ماذا بينا، احنا تجو المدرب اللي يجي نبقاو واقفين معاه. لكن بالماضي لما عرف مليح اللاعبين وهو اللي جاب اللاعبين وهو اللي بدا يكون في هاد اللاعبين في الفريق الوطني كسروه بالتعليقات ديالهم والبلاطوات، ساعتين 3 ساعات في البلاطو الا بالماضي بالماضي هاو بالماضي راح. والان من سيكون مدرب الفريق الوطني القادم؟ احنا ان شاء الله يكون خير من بالماضي، يكون في الصرامه كما بالماضي، ويكون في التكتيك خير من جمال بالماضي، باش نروحوا بعيد بهذا الجذب بهذا الفريق الوطني ونطلعوا علامنا يرفرف في افريقيا وتصفيات كاس العالم
رانا راي قريب بس ما باش نزيدوا نلعبوا مباريات ان شاء الله. جمال بالماضي او خلالنا دو سي بوان ان شاء الله، جبنا 3 نقاط من الجزائر و3 نقاط خارج الجزائر. ان شاء الله المدرب اللي راهو جاي يزيد يجيب لنا نقاط من ادغال افريقيا، هذا ما نتمناه خوتنا الكرام. شكرا لكم، تابعونا في قناة عبد السبور، فعلوا الجرس، سلام.